دي ساحة كاتالونيا العظيمة، بيربوا هنا حمام بسم الله ما شاء الله اهو. الجوز مش عارف باتنين يورو ولا ايه، اللي عايز يشتري. احنا داخلين دلوقتي يا جماعة على السنتر اللي هو المنتصف. الحمام بسم الله ما شاء الله اهو، حمام بارد ما بيخافش عادي جدا. الواحد ممكن يدوس على دماغ واحدة يفعصها عادي ما تتحركش. ده على غير الحمام اللي عندنا متربي على الغالي. انا داخل على السنتر اهو، الدايرة دي هي دي السنتر، هقف فيها يبقى انا كده اتسنترت. خلوني كده اتسنتر ونلف لفه تاني. ده مبنى شكله حلو، يا ريت نحبه. ده مبنى تاني برضه شكله حلو، واضح ان المباني اللي هنا كلها شكلها حلو، ويقال ان هي اثريه. في تماثيل شال الحمول يا صغير، هنروح نشوفها برضو. ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه عندنا في مصر شال الحمول يا صغير، هو ده بقى، هو المعنى الحرف اللي جاي. وده تمثال بقى شال الحمول يا صغير يا صغير، ده التمثال بتاع الاغنية الشهيرة دي، هو ده بقى شايل الحمول، عيل صغير وشايل معرفش طبق فاكهة ولا ايه، بيسرح بيه ده ولا ايه، ولكن كويس. ودي نافورة بتطلع مية عادي جدا، مش دعوة بيها.